تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البدء بتنفيذ 4 مشاريع في محافظة المحرق ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات على شبكة الطرق، وهي إضافة مسار للانعطاف يسارا من شارع الحوض الجاف إلى شارع حاتم الطائي في الحدة، وتوسعة تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ سلمان، وإضافة مسار أيمن عند تقاطع الحوض الجاف شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وأيضا توفير مدخل من جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى منطقة البسيتين. وقد قام المهندس أحمد الخياط وكيل الوزارة بزيارة تفقدية للاطلاع على سير أعمال هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المشاريع تأتي كجزء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات تحدث نقلة نوعية في شبكة الطرق في البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات. وكانت الوزارة قد باشرت مؤخرا بتنفيذ الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات عند بعض التقاطعات تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة. طبعا شرعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ 4 مشاريع ضمن الحزمة التحضيرية التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات الرئيسية في المملكة والشوارع الرئيسية. طبعا هذه الحزمة راح تتضمن 15 مشروع